بتحلم إنه يكون ليك مشروعك الخاص علشان تقدر تحسن بيه دخلك، كمان تقدر ترفع من مستواك الاقتصادي؟ تابع معايا الفيديو ده للنهاية وهقول لك على 7 مشاريع ناجحة تقدر تغير بيهم حياتك. كتير مننا بيحلم إنه يكون ليه مشروع الخاص اللي يقدر يحسن بيه دخله ويبقى عنده بيزنس خاص بيه في ظل الظروف اللي بنمر بيها الفترة دي. هقول لك على شوية أفكار لمشاريع هتغير مسار حياتك وهتوجهك في الطريق اللي تقدر توفر بيه دخل كويس. كمان الأفكار دي بتوفر فرص عمل كتير جدا، مش محتاجة أي مجهود وكمان مش محتاجة رأس مال كبير علشان تبدأ فيها. إذا كنت طبعاً بتحلم إن يبقى ليك مشروعك الخاص وتقدر تزود دخلك، لازم يكون عندك العزيمة والحماس وتحلل السوق بشكل كويس، تكتشف المجال اللي يناسب مهاراتك، ووقتها مش هيأثر عليك تقلبات الاقتصاد أو نقص التمويل أو قلة الخبرة. وطبعاً شوية الأفكار اللي هقولك عليهم دول مناسبين جداً لسوق العمل الفترة دي، هتقدر توفر منهم دخل كويس ليك ولأسرتك. أو المشاريع دي هي ألعاب الأطفال، عليك في البداية إنك تبحث على موردين كويسين للألعاب عالية الجودة والحصول على أسعار كويسة ومناسبة. بعد كده تختار منصات التجارة الإلكترونية واللي بتضمن لك تسويق منتجاتك على أوسع نطاق. تاني مشروع هو توزيع الأطعمة العضوية وسوق توزيع الأطعمة العضوية. بلغت قيمة صادراتها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 49 مليار دولار أمريكي، يعني ممكن تبقى موزع للفواكه والخضروات العضوية للمنازل. في البداية عليك التواصل مع المنتجين، وهتلاقي على المواقع الإلكترونية قوائم مفصلة بمنتجاتهم، وده بيسهل عليك البحث، كمان يوفر لك ضمانات للمشترين. بعد كده هتقوم بإنشاء بوابة إلكترونية لنشر الدليل الخاص بيك وطريقة الاتصال بالشركة. لازم تكون حريص على جدول تسليم الطلبات أسبوعياً أو كل أسبوعين، كمان توفير طرق متنوعة مختلفة للدفع. الفكرة الثالثة هي التنظيف الجاف للسيارات، وده لأن غسل السيارة الواحدة بيحتاج حوالي 320 لتر من المية، وعلشان كده أخيرا ظهرت طرق تنظيف جديدة صديقة للبيئة، منها التنظيف الجاف للسيارة واللي بدأ ينتشر في دول كتير جدا في كل العالم. والمشروع ده ممكن تنفذه من غير ما تحتاج لاستثمار ضخم ومحتاج العدد المناسب من العمال. بيستخدم النوع ده من التنظيف مواد مصنوعة من البوليمر المزيل للغبار، وبيشتمل المستلزمات الأخرى زي دلاء والفراش والاسفنج ومواد التلميع ومزيلات الشحوم. أما المشروع الرابع هو إصلاح الهواتف المحمولة، وده طبعاً بعد ما أصبح من السهل شراء أحدث طرازات الهواتف، وزادت الحاجة إلى خدمات تحديث البرامج والإصلاح واستعادة البيانات وغيرها من خدمات ما بعد البيع. والاستثمار في خدمات الهاتف وإصلاحه فكرة كويسة، وده في حد ذاتها لأنها مش محتاجة راس كبير. المشروع السادس هو مطعم بيتزا. يعتبر مشروع مطعم البيتزا فكرة ناجحة جداً، وفي البداية هتحتاج لعاملين، واحد يعمل البيتزا والتاني بيركز على خدمة العملاء. أما المشروع يكبر ممكن تضيف خدمة التوصيل للمنازل. المشروع السابع والأخير هو مركز للتواصل بين الأطفال وأولياء الأمور، وده طبعا لو حصلت على شهادة تدريب في علم نفس الأطفال وبتدور على طريقة لزيادة دخلك، ممكن تعرض خدماتك عن طريق تنظيم ورش عمل تساعد أولياء الأمور على التعامل مع أطفالهم. وبعد ما تبدأ المشروع وقتها ممكن تعقد شراكات مع المراكز التعليمية وتقدم خدمات مخصصة زي التقييم العاطفي والعلاج اللغوي. في النهاية بقى قولي دلوقتي أكتر مشروع عجبك في 7 مشاريع وعاوز تنفذه، شاركوني برأيكم في التعليقات.